أهلا وسهلا فيكم. شوربة الخضار مع الشعرية من الشوربات الرمضانية المميزة جدا. اليوم مكوناتها راح تكون من منتجات الدرة. خليكن معي لنحضر شوربة اليوم. شوربة الشعرية راح نبدأ بالزبدة على النار، راح أضيف شعرية الدرة ونبدأ بالتحريك. راح أضيف الكرات، الكرفس، رشي من الطحين، راح نضيف البازيلا والفطر والذرة، وفيكم تضيفوا أي تشكيلة من الخضار. راح أضيف مرق الخضار ونترك المكونات تغلي، ومن بعدها منكون جاهزين للتقديم. وصحتين وعافية.